الحكايات تقشعر لها الأبدان وبتوقف شعر الرأس. شان خليك هاي بابا ريشان مأوى الاحترازي. هون الاسم بخوف. سامي ختيار هون عم يموت. قتلوا بجوزة الدراقة ناس لعيبة. مش كل الحبس قضبان وكلبشات وأبواب حديد ما بتكل الصدق. كيف خطر لك تسرق بانك؟ طعف فقر قتلت حدا لأنه قتل أختك. قد ما بدك في ظلم بالحبس. في رعاية وتعليم. عمر راح على الشفاء. الحكم المؤبد طلع من الحبس. مبروك الحرية. هيك الوضع بمبنى المحكمة. أنا هيك أنا هيك أنا هيك الأربعة 9:30 المساء على الجديد